السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، في نعم الله، نتقلب دائما وأبدا في نعم الله. ربنا يديم عليك يا شيخ. لو سمحت بس السؤال بسيط. تفضل. يا شيخ أنا حاليا دلوقتي عندي عجز في جسمي، ورحت للدكتور قال لي أنا أعمل لك إيه بالعجز ده، فعملنا زي قبض كده، قبض شفوي. يعمل لك ايه؟ زي قبض شهري مرتب للمعاش. شهري يعني عندك ايوه عجز بدني والحكومة تساعد من عندهم العجز، ايوه لكن هل المحامي هيزور او يكتب غير الحقيقة ام لا؟ لا تزور. لا بس هو قال لي اما على نفسك 3 شهور وبعد التأمين نرفع قضية. عشان ايه؟ عشان تعرف تزور بعد كده. لكن ليس في الأوراق اي تزوير. لا لا ما فيش اي لا بأس إذا ساعدتك الدولة لعجزك.